أخبار اليوم. واحنا في العرس الفني والإعلامي للمونديال القاهرة بنقول الفنانة نور مغربي، نقول لك انت منوره النهارده المهرجان وتقول لنا ايه في المونديال. اهلا وسهلا بيكي، وانا مبسوطه جدا ان انا اشارك في مهرجان زي ده كبير، ويا رب ان شاء الله دايما نكون في تقدم وناجحين ونعمل اعمال جيده، ونبقى بس مش بس مصر مشاركين في كل الدول، وننجح ونكون في احسن صوره يا رب، ومصر ام الدنيا طبعا ان شاء الله. احنا عارفين ان انت بتنتظري اعمال جديده خلال الشهر الجاي، بتنتظري انها تطرح في الدور العرض، كلمين عنها. ان شاء الله في فيلم بلان بي، استاذ المخرج احمد عبد الباسط، خلصنا تصوير وان شاء الله هيتعرض في الكريسماس، مجموعه كبيره من الفنانين الكبار طبعا، مش هفضل اقول اسامي عشان ما انساش حد، فان شاء الله باذن الله يعجب الناس، خليه مفاجاه بقى. وان شاء الله باذن الله دلوقتي بصور برنامج اسمه قعده الستات، هيتذاع على قناه جديده اسمها مصريه، وفي فيلم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يوم الاحد هبدا تصويره مع استاذ توني نبيل، وان شاء الله خير باذن الله. مع مين طيب ابطال؟ لا الفيلم ده هيكون كله ابطاله شباب، لتشجيع الشباب طبعا، ويا رب ان شاء الله يكون فتحه خير لكل المشتركين فيه. مبسوطه جدا ان في حاجه بدات تتعمل لتشجيع ان كل الشباب الجداد يكونوا هم ابطال للفيلم نفسه، وكلنا ابطال في الفيلم، ما فيش حد بطل عن التاني، ويا رب باذن الله نعمل حاجه كويسه باذن الله ان شاء الله. بالتوفيق يا نور، وانت منوره فعلا المونديال. يا رب، ميرسي قوي، شكرا، باي باي.